يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. نشرة رياضية من الجزائر الدولية، أهلا بكم. سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة في إياب الدور الربع النهائي. أهداف النادي الباريسي جاءت عن طريق كيليان مبابي في مناسبتين وديمبلي وفيتينا، بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد. وتأهل نادي العاصمة الفرنسية إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 2021 ليضرب موعدا مع بوريسيا دورتموند الألماني. قلت مرارا إننا فريق في طور التكوين، لعبنا ضد أكبر الأندية بورتو، نابولي وباريس سان جيرمان، وكنا أفضل منهم إلى أن تم هدم كل شيء اليوم بقرارات تحكيمية ظالمة، والسيناريو الذي أعقب هذه القرارات لم يكن في صالحنا. أشعر بأنني سعيد جدا. كان هناك في رأيي تناسق كبير بين اللاعبين طيلة المباراة، رغم تأخرنا في البداية، إلى أنني كنت واثقا من العودة في النتيجة. انتابني إحساس مشابه لإحساسي في مباراة الذهاب، وهو أننا لا نستحق خسارة المباراة لكننا خسرناها، لا نستحق تلقي ذلك الهدف لكننا تلقيناه، غير أن فريقي واصل الضغط وتمكن من توقيع 4 أهداف كاملة. أطاح بوريسيا دورتموند الألماني بضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، وتأهل هو الآخر إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز 4-2، معوضا خسارته ذهابا في مدريد 2-1. فعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك ضرب دورتموند بقوة في الشوط الأول ونجح في تسجيل ثنائية عن طريق يوليان برانت و ماتسن، لكن في الشوط الثاني عاد الضيوف وعدلوا النتيجة عبر ماتس هيوملز بالخطأ في مرمى الأرجنتيني أنخيل كوريا، لكن إصرار لاعبي المدرب تيريزيتش مكنهم من تسجيل هدفين عن طريق نيكولاس فولكروغ ومارسيل سابيتز ليضرب دورتموند موعدا مثيرا في المربع الذهبي مع باريس سان جيرمان. أنا سعيد للغاية وراض وفخور باللاعبين وبالنادي. كانت الأجواء استثنائية في الملعب. عودة الأتلتيكو وتعديله النتيجة أدخل الشك في نفوسنا، لكننا آمنا بقدرتنا على العودة وتحقيق الفوز، وهو ما حصل في الأخير. تفسيري لما حدث في المباراتين هو أننا كنا الأحسن، كان بإمكاننا الفوز بعدد أكبر من الأهداف في مباراة الذهاب. سجلوا 4 أهداف وهذا أمر عجزنا عن تحقيقه على أرضنا. لم نلعب بفعالية مشابهة، وربما لو لعبنا بهذه الفعالية فقد كانت المباراة ستنتهي بانتصارنا، لكننا عجزنا في نهاية المطاف عن تحقيق ذلك. يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا سهرة اليوم على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة نارية تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن إياب الدور ربع النهائي. انتهت مواجهة الذهاب بين ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري الأبطال ضد مانشستر سيتي حامل اللقب بالتعادل الإيجابي 3 أهداف في كل شبكة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو. سننافس ونقاتل بالثقة، هذا ما نحاول تحقيقه في مباراتنا. التعادل حسم اللقاء الأول وأمامنا الآن 90 دقيقة وكل شيء ممكن. نحن واثقون بأننا نملك الإمكانيات اللازمة لخلق متاعب للخصم.
أنا أحترمهم كثيرا، لكنني لست خائفا منهم. لقد لعبنا مرات عديدة، أنا لا أمتدحهم لأنني عادة لا أفعل ذلك. هناك منافسة وأريد التغلب عليهم من خلال اللعب بشكل جيد، وهم يريدون فعل ذلك أيضا. أحيانا تفوز وأحيانا تخسر. ماذا أريد من هذه المباراة؟ بالطبع أريد إشراك أفضل تشكيلة ممكنة وأن نلعب أفضل مباراة ممكنة. تعهدت الحكومة الإسبانية الثلاثاء بالبدء في إصلاح الوضع غير المقبول في اتحاد كرة القدم المحلي الذي يعيش فضيحة فساد تعصف بالهيئة الكروية العليا في البلاد. وقال وزير الرياضة خوسيه مانويل إن المجلس الأعلى للرياضة والحكومة سيبذلان كل ما في وسعهما لتصحيح هذا الموقف غير المقبول. واستقال الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لويس روبياليس من منصبه في سبتمبر الماضي، أين تلاحقه العديد من التهم على غرار تبييض الأموال والفساد التجاري. قرر فيردر بريمن الألماني إيقاف لاعبي وسطه الغني الدولي نابي كايتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه بعدما رفض ركوب حافلة الفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن، حيث لم يشارك لاعب ليفربول السابق في المباراة التي خسرها فيردر بريمن بخمسة أهداف دون رد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه. أوقدت شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس المقبلة والمقررة في باريس بالعاصمة الفرنسية بالعاصمة اليونانية أثينا مهد الأولمبياد في تقليد أولمبي راسخ، لينطلق بعدها مسار التتابع من اليونان إلى باريس قبل 100 يوم عن حفل الافتتاح. إذن بانطلاق العد التنازلي الفعلي لبداية الألعاب الأولمبية المقبلة، توقد الشعلة الأولمبية من أحد المواقع الأثرية للأولمبياد القديمة في العاصمة اليونانية أثينا مهد الأولمبياد. نحن محاصرون بثقل التاريخ ونرى بوضوح أنه على مدار 2800 سنة كان هناك نفس الشغف، والآن العالم تغير كثيراً. الرياضة لا تزال لها مكانتها ودورها المهم في جمع الناس معاً وخلق التماسك، إنها بالفعل رسالة احترام وتسامح وسلام. تقليد أولمبي راسخ تحتفل من خلاله العائلة الأولمبية باستمرار حركتها وإحياء عرسها في بقاع مختلفة من العالم كل 4 سنوات، لتكون المحطة القادمة باريس أحدث موعد للجنة الأولمبية الدولية مع العالم على أمل إحياء التظاهرة في جو يسوده السلم والأمن بعيداً عن الحروب والنزاعات الجارية. In these difficult times we are living through, with wars and conflicts on the rise. في هذه الأوقات الصعبة حيث تتزايد وتيرة الصراعات والحروب التي سئم الناس منها ومن العدوان والأخبار السلبية، أطمح إلى شيء يوحدنا جميعا، وستحمل هذه الشعلة الروح الأولمبية إلى فرنسا وباريس. شعلة الأولمبياد ستضيء سماء باريس بتنصيبها على قمة برج إيفل بعد وصولها إلى العاصمة الفرنسية مع نهاية مسارها الذي سيستغرق من أثينا اليونانية إلى مارسيليا الفرنسية 11 يوماً، ومن مارسيليا مروراً بكبرى المدن في فرنسا إلى برج إيفل 68 يوماً. أقل من 100 يوم تفصل العالم عن انطلاق الموعد الأولمبي البارز. تسعى اللجنة الأولمبية الدولية بقيادة رئيسها الألماني توماس باخ إلى تجاوز كل الصراعات بتطبيق هدنة أولمبية إنسانية. في مباراته الأولى بعد عودته من الإصابة، فاز الإسباني رافائيل نادال بمجموعتين دون مقابل على الإيطالي فلافيو كوبولي في الدور الأول من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، وكانت آخر مباراة سابقة لنادال في البطولات المحترفين في دور الثمانية ببطولة بريسبن الدولية، إذ انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة. ويلتقي الإسباني في الدور الثاني من البطولة بالمصنف الرابع الأسترالي أليكس ديمينو. ختام أخبار الرياضة، للمزيد تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية. ظهر أسفل الشاشة، إلى اللقاء.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل.